بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. وإحنا بنقرب من موسم الصوم الكبير، بنبتدي قبل أسبوعين ناخد بركة صوم يونان. الحقيقة بنبقى مشتاقين إن إحنا نسمع كلام يحرك قلبنا للتوبة ويقوي فينا روح التوبة. عشان كده هنحاول ناخد بعض المواضيع طول الرحلة ابتداء من النهاردة لحد عيد القيامة اللي تقوي فينا روح التوبة. النهاردة هنبتدي كده ببعض تأملات في الإصحاح الثاني من سفر أرميا. سفر أرميا من الأسفار الجميلة اللي نقدر نحط له عنوان إن هو دعوة للتوبة. كل كلماته رقيقة جدا، ربنا بمشاعر جميلة بيحاول يحرك قلب الإنسان للتوبة. بداية السفر طبعا الإصحاح الأول دعوة ربنا لأرميا، وكان أرميا صغير في السن وقتها، ففيها تشجيع وفيها نعمة خاصة عطاها الأرمية علشان يحرك قلبه للخدمة وإنه يكون نبي للشعوب ويكون حامل لكلمة الله المنبهة والمنيرة للنفس واللي بتحرك النفوس لحضن ربنا. وبداية الكلام بقى للناس هو في الإصحاح الثاني، يعني الإصحاح الأول في أرمية كله دعوة أرمية وتزويده بالنعمة والقوة، وبداية الكلام مع الشعب في الإصحاح الثاني بيقول إيه؟ بيقول: وصارت إلي كلمة الرب قائلا: اذهب ونادي في أذني أورشليم قائلا: هكذا قال الرب: قد ذكرت لك غيرة صباك، محبة خطبتك، ذهابك ورائي في البرية في أرض غير مزروعة. إسرائيل قدس للرب، أوائل غلته، كل آكليه يأثمون، شر يأتي عليهم يقول الرب. اسمعوا كلمة الرب يا بيت يعقوب وكل عشائر بيت إسرائيل، هكذا قال الرب: ماذا وجد آباؤكم في من جور حتى ابتعدوا عني وصاروا وراء الباطل وصاروا باطلا، ولم يقولوا أين هو الرب الذي أصعدنا من أرض مصر الذي سار بنا في البرية في أرض قفر وحفر في أرض يبوسة وظل الموت في أرض لم يعبرها رجل ولم يسكنها إنسان، وأتيت بكم إلى أرض بساتين لتأكلوا ثمرها وخيرها، فأتيتم ونجستم أرضي وجعلتم ميراثي رجسا. الكهنة لم يقولوا أين هو الرب، وأهل الشريعة لم يعرفوني، والرعاة عصوا علي، والأنبياء تنبأوا ببعل وذهبوا وراء ما لا ينفع. لذلك أخاصمكم بعد، يقول الرب، وبني بنيكم أخاصم. فاعبروا جزائر كتيم وانظروا، وارسلوا إلى قيدار وانتبهوا جدا وانظروا، هل صار مثل هذا؟ هل بدلت أمة آلهة وهي ليست آلهة؟ وأما شعبي فقد بدل مجده بما لا ينفع. ابهتي أيتها السماوات من هذا، واقشعري وتحيري جدا، يقول الرب، لأن شعبي عمل شرين، تركوني أنا ينبوع المياه الحية لينقروا لأنفسهم آبارا، آبارا مشققة لا تضبط ماء. أعبد إسرائيل أو مولود البيت هو؟ لماذا صار غنيمة؟ مجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس إلهنا إلى الأبد.
كلام مؤثر جدا ربنا بيكلم بيه شعبه، بيكلمنا بيه كلنا. أول حاجة بيقول لأرميا: اذهب ونادي في أذني أورشليم. عارفين زي واحد بيراعي مشاعرنا وبيبتدي معانا بهمس بهمس، روح وشوشها في ودنها، روح كلمها كده كلام خاص بهدوء من غير ما تحرجها. ربنا بيعمل معانا كده، يبتدي معانا كده بالهمس، تنبيه خفيف عشان الإنسان يفوق. طبعا لو ما فقش الصوت بيعلى شوية، ولو ما انتبهش ممكن الأمور يبقى فيها تنبيه شديد، حاجة تصدم الإنسان. كل ده من أجل مصلحة الإنسان، من أجل خلاص نفسه ومن أجل خير. فهو بيبتدي أول حاجة في السفر: اذهب ونادي في أذني أورشليم. ده يورينا ربنا قد إيه رقيق المشاعر وبيخاف على مشاعرنا. لكن ياريت إحنا كمان نكون بنخاف على مشاعره زي ما هو بيخاف على مشاعرنا. وبعدين يقول إيه؟ قل لها: قد ذكرت لك غيرة صباك، محبة خطبتك، ذهابك ورائي في البرية في أرض غير مزروعة. أنا مش نسيلك أيام ما مشيتي ورايا زمان وانتي صبية صغيرة، لما خدتك وخطبتك وانتي استحملتي معايا الحر والبرد والمشي في البرية في أرض قفرة. ده أنا مش نسيلك أيام الخطوبة دي. يا رب أنت مش نسيلهم إيه؟ دول كانوا من أسوأ ما يمكن، دول تعبوك بشكل يعني مستفز، تديهم يتزمروا، تفيد عليهم بخيرك يسيبوك ويبصوا لآلهة غريبة، كل شوية عايزين نرجع مصر، كل شوية يبصوا يضيروا وشهم على مصر، مرة يطلبوا لحم، مرة يتزمروا عشان ما فيش مية، مرة ما فيش إيمان ويصرخوا ويزعقوا، ومرة يقولوا لا إحنا مش هنقدر نحارب العمالقة، رجعونا ولا نموت أحسن هنا. كتير منهم لخبط، وكتير منهم تزمر، وكتير منهم عاش في الخطية وزنى مع أولاد بنات مؤاب، ومنهم اللي عبدوا وعملوا عجل وعبدوه. دول يا رب ما كانوش كويسين. أنت بتقول عليهم: قد ذكرت لك غيرة صباك، محبة خطبتك، ذهابك ورائي في البرية في أرض غير مزروعة. يا رب مكبرهم قوي، هما مستهلوش. صدقوني ربنا بيعمل معانا كده، يفتكر لنا حاجات تافهة احنا عملناها، وهو في عينيه حاجات كبيرة وثمينة، ويقول لا أنا مش نسيلكم الحاجة الفلانية اللي انتوا سبتوها علشاني، الحاجة اللي انتوا ضحيتوا بيها علشاني، الوقت اللي انتوا قضيتوه معايا، سبتوا حاجات تانية وجيتوا تقضوا وقت معايا، أنا مش ممكن أنسالكوا دي. زي ما في المزمور بيقول: يذكر الرب جميع ذبائحك ويستثمن محرقاتك. يعني المحرقات البسيطة اللي انت ممكن تقدمها ربنا بيستثمنها، يعتبرها حاجات كبيرة وسمينة. هو ربنا يعمل معنا كده، دايما بيشجعنا، دايما يبص للحاجات الصغيرة الحلوة اللي فينا وتكبر في عينيه، والحاجات الوحشة يقول ما يجراش حاجة، دي هنتخلص منها ان شاء الله. دي شوية جهاد بسيط كده، شوية تفاعل مع النعمة نتخلص منها ونبقى كويسين. أنا مش نسيلكم الأيام الأولى. ساعات ربنا لما يحب يفوق واحد يقول له: ما تيجي نرجع لأيام زمان، أيام ما بدأت تعرفني، أيام ما كان الحب مشعل بينا، أيام ما كنت بتسهر معايا وتقعد على الإنجيل وتخلص مزامير نص الليل كلها، أيام ما كنت بتحضر القداس كل يوم وتقوم مبكر وتيجي قبل ما أبونا يجي في الكنيسة، ما تيجي نرجع زي زمان. الرجوع
كده للأيام الأولى وللمحبة الأولى مفيد لينا باستمرار. نرجع لأيام بحر الجليل، أيام الدعوة المقدسة اللي ربنا دعانا بيها. شوفوا يقول إيه في الإصحاح السادس برضو من سفر أرميا، يقول: قفوا على الطرق وانظروا واسألوا عن السبل القديمة أين هو الطريق الصالح وسيروا فيه فتجدوا راحة لنفوسكم. اسألوا كده وفتشوا زمان لما بدأتوا مع ربنا بحرارة وبصدق، شوفوا المحبة الأولى دي ليه تركتوها. أنا مش ناسلكم المحبة الأولى، فتشوا عن الطرق القديمة وانظروا واسألوا عن السبل القديمة أين هو الطريق الصالح وسيروا فيه فتجدوا راحة لنفوسكم. افتكروا أنا كنت شايلكم على أيدي إزاي، كنت موفر لكم كل حاجة إزاي، كنت بنور لكم الطريق وبضلل عليكم إزاي. افتكروا أيام زمان، افتكروا أنا عبرت بيكم سنين هذه عددها، افتكروا أنا عملت معاكم إيه. عايزين نرجع للمحبة الأولى وما نسيبهاش أبدا، نفضل فيها على طول. فربنا بيفكرهم بحب ويقول لهم: أنا مش ناسلكم ذهابي، ذهابكم ورائي في البرية في أرض غير مزروعة. أنا مش ناسلكم جهادكم القديمة، مع أنه كان جهاد مشوب بكثير من الأخطاء، إلا أن في عينين ربنا ربنا مش ناسلهم تعبهم. وبعدين يقول إيه؟ يقول: إسرائيل قدس للرب، أوائل غلته. قدس للرب يعني أنتوا بتوعي، أنتوا مخصصين ليا، مقدسين، شعب مقدس. أوائل غلته، أنتوا الباكورة بتاعتي من العالم، من حقل العالم كله. العالم بحق ربنا بدأ بزراعة أول حوض فيه اللي هو شعب إسرائيل، بدأ بيه، اختار أبونا إبراهيم من وسط العالم اللي كان عايش في الشر، واختار من نسل إسحاق، واختار من نسل إسحاق يعقوب، وجم ولاده كلهم بقوا بتوع ربنا، قدس للرب. خصصهم واعتنى بيهم علشان خاطر يطلع منهم مخلص العالم اللي يفتح أحضانه للعالم كله. فإسرائيل كان هو الباكورة، هو البداية. قدس للرب أوائل غلته. فاكرين لما موسى راح لفرعون قال له ربنا بيقول لك إسرائيل ابني البكر، اطلق ابني، ولو انت ما اطلقتوش وفضلت تموت فيه انا هموت ابنك البكر، لان اسرائيل ده ابني البكر من العالم، الخميره اللي انا بعد كده هخمر بيها العالم، هيجي منها المخلص. فلما بيقول لهم اسرائيل قدس للرب، الكلام ده كمان احنا بقى على مستوى اعلى في العهد الجديد، بقينا قدس للرب. كلنا دخلنا في عهد معاه بالمعموديه وتكرسنا بالميرون فبقينا قدس للرب. يعني في العهد القديم كان رئيس الكهنه يعلق كده على قرطه شريحه ذهبيه مكتوب فيها قدس للرب. النهارده كل واحد طلع من جرن المعموديه وترشم بالميرون اتكتب على قلبه وعلى فكره وعلى كل اعضائه ومفاصله قدس للرب. ازاي القدس للرب ده ويروح يعمل حاجه تانية بهذه الاعضاء المقدسه؟ افاخذ اعضاء المسيح واجعلها اعضاء زانيه؟ حاشا. اسرائيل قدس للرب اوائل غلته، دول البكوره الحلوه من العالم، تفسد بالمنظر ده. وعلشان هو قدس للرب فربنا مسؤول عنه، فبيقول ايه؟ كل اكليه ياثمون شر ياتي عليه. يعني لو حد مسه يبقى عمل خطيه كبيره وربنا هيعاقبه. دي تورينا قد ايه احنا ربنا مسؤول عننا، عشان كده احنا ما بندافعش عن نفسنا، لان ربنا مسؤول عننا وهو اللي بيدافع عننا. فكل اكليه ياثمون، اللي يمسنا ده بيمس ربنا شخصيا، ربنا مسؤول عننا وبيدافع عننا، مسؤول عن تقديسنا وحمايتنا. وبعدين بيقول كلمة يعني مؤثرة جدا،
بيقول لهم ماذا وجد في آباؤكم من جور حتى ابتعدوا عني؟ في ايه وحش شافوه؟ شافوا مني ايه ظلم؟ شافوا مني ايه وحش عشان يسيبوني ويبعدوا عني؟ انا عملت لهم ايه؟ صحيح الناس النهارده اللي تايهه في العالم وبتبعد عن ربنا شافوا ايه وحش من ربنا عشان يسيبوه ويروحوا يلجأوا للعالم ويغرقوا فيه. ليه نسيب ربنا؟ الحضن اللي مفتوح لنا، ينبوع الحب اللي اشترانا بدمه، نسيبه ونروح نجري وراء امور العالم الباطله. ماذا وجد فيها اباؤكم من جور حتى ابتعدوا عني؟ كل الكلام كلام بيحرك القلب للتوبه. شافوا فيا ايه وحش حتى ابتعدوا عني وصاروا وراء الباطل وصاروا باطلا. واللي يمشي وراء اباطيل العالم يصير باطلا معها، يبقى تراب معاها والى تراب يعود. اللي يتشعلق بالملك السماوي يصير معه سماويا والى سماء يذهب. فصاروا وراء الباطل وصاروا باطلا، مشي وراء الباطل. ليه؟ ماذا وجد في آباؤكم من جور حتى ابتعدوا عني وصاروا وراء الباطل وصاروا باطلا؟ ما شافوش مني حاجة وحشة ليه سيبوني؟ ودي بتدينا مبدأ إن اللي يسيب ربنا تصير حياته باطلة، حياة بتفقد معناها بالكامل، ما بيبقاش ليها طعم. إنسان يقعد يلطش بقى في الدنيا ويقضي أيام كده، يوم فرحان ويوم تعيس، يوم مشغول في الدنيا ويوم قاعد كئيب لوحده. حياة ملهاش معنى، ملهاش معنى. اللي بيسيب طريق ربنا بيصير باطلا وتصير حياته باطلة وبلا معنى وبلا قيمة. وبعدين بيقول أنا عبرت بيكم أرض صعبة وجبتكم لأرض جميلة فيها بساتين ولكن أنتوا نجستوها. يعني زي ربنا عايز ينبهنا إن أعطانا نعم كتيرة وإمكانيات كتيرة، يا ترى بنستثمرها لمجد ربنا، بنستثمرها للنفع وللخير وللبنيان، ولا بننجس الأرض بتاعته، بننجس المواهب والإمكانيات، العين والودن واللسان والطاقات والإيدين والرجلين، بتمجد ربنا ولا زي ما بيقول هنا جعلتم ميراثي، نجستم أرضي وجعلتم ميراثي رجسا. وبعدين يتكلم على المسؤولين بقى، القادة، كل واحد في نطاق لمسؤوليته، بيتكلم عليهم الكهنة، أهل الشريعة، الرعاة، والأنبياء. الكهنة اللي هم المفروض ان هم وسيط بين الناس وبين ربنا، بيقول عليهم ايه؟ الكهنة لم يقولوا اين هو الرب، ما بيصلوش، ما بيطلبوش ربنا، ما بيدوروش عليه، يعني ما بيفتحوش كده كلام ربنا وينبشوا ويدوروا عليه. هيوصلوا الناس لربنا ازاي؟ بس كانوا هم ما بيطلبوهوش. صدقوني ساعات الكاهن من غير ما يتكلم، او اي انسان من غير ما يتكلم، مجرد ان هو بيطلب ربنا من قلبه بيفتح للناس باب للرجاء ان هم يطلبوا ربنا زيه ويبحثوا عن ربنا زي ما هو بيبحث بصدق عن ربنا من غير ما يتكلم. لكن لما يكون الكهنة بيقول عليهم لم يقولوا أين هو الرب، شو بيدوروا على ربنا؟ دول المفروض قادة. وأهل الشريعة لم يعرفوني، مجرد بس حافظين شوية وصايا زي الكتب، حافظين كلام لكن مفيش خبرة مع ربنا، مفيش عشرة مع ربنا، مفيش شركة مع ربنا، يبقى ما يعرفوهوش. هو معرفة ربنا بحفظ الكلام كر البغبغانات بتحفظ كويس،
وبيقولوا بنفس النص الكلام اللي بيسمعوه. لا، المعرفة يعني عشرة، يعني خبرة، يعني شركة، يعني حب، يعني صداقة، يعني معايا في الرايحة وفي الجاية، وأنا قاعد وأنا نايم وأنا صاحي وأنا في شغلي. عشرة. أهل الشريعة لم يعرفوني، فالناس سمعاهم بيرددوا كلام مش باين على حياتهم، فأصبح كلام فارغ بالنسبة للناس، أصبح كلام فاضي من المضمون، فيش خبرة، فيش عشرة. والرعاة عصوا علي، مع أن الرعاة دول المفروض يمشوا وراء الراعي الصالح ويلموا له الغنم وراه، مشوا كل واحد على مزاجه. الراعي ده كل أب وكل أم راعي في بيته، كل إنسان له ربنا عطيله في شخصيته جاذبية، الناس بتتلم حواليه، ده راعي المفروض يلم مع المسيح ويلم حوالين المسيح، الراعي الصالح اللي عنده ينابيع المياه الحية. الرعاة عصوا علي، كل واحد ماشي بمزاجه، فتشتتت الرعية. والأنبياء تنبأوا ببعل وذهبوا وراء ما لا ينفع. الأنبياء دول اللي هم بيتكلموا كلام ربنا، بينبئوا بمشورة الله، بيعلموا بكلام ربنا. بدأوا يتكلموا على إيه؟ بيتكلموا على العالم وعلى أمور العالم. يقولك تنبأوا ببعل بأصنام هذا الدهر. ما بيتكلموش غير في الحاجات اللي إيه؟ الأمور المادية بتاعت العالم النهاردة، الناس بتشتري إيه وبتبيع إيه، والناس بتلبس إيه وبتتظاهر بإيه، والناس مهتمة بإيه، والاقتصاد والسياسة والرياضة والاجتماعيات. تنبأوا ببعل، ما بيتكلموش كلام ربنا. دول المفروض يوعظوا الشعب، ما بيتكلموش كلام ربنا. تنبأوا ببعل وذهبوا وراء ما لا ينفع. خطر جدا ان يكون الانسان في موقع مسؤولية ويكون تايه. يشبه السيد المسيح بأعمى يقود أعمى، يسقط كلاهما في حفر. قائد ومش شايف. الكهنة لم يقولوا أين هو الرب، وأهل الشريعة لم يعرفوني، والرعاة عصوا علي، والأنبياء تنبأوا ببعل وذهبوا وراء ما لا ينفع. خطر. اللي في موقع مسؤولية مش بس هو يتوب، لكن يكون قائد في التوبة، هو التائب الأول، هو اللي بيتحرك ورا ربنا ويشد ورا الناس في طريق التوبة. وبعدين برضو يقول كلام يعني مؤثر جدا، يقول لهم بصوا اعبروا كده في البحر، دوروا على الجزائر اللي موجودة في البحر، الجزر، في جزائر كتين، دي جزائر بعيدة، في بيقولوا عليها جزيرة كريت، وليكن يعني هي جزر، وروحوا قيدار. قيدار دي بتاعت الجزيرة العربية بتوع العرب، كلنا عارفين طبعا ان كانوا غرقانين في عبادة الأصنام. فروحوا شوفوا الناس دول، هل حد فيهم بدل الآلهة بتاعته بآلهة تانية، ولا متمسكين بآلهتهم؟ هتلاقوهم متمسكين بآلهتهم على الرغم من انها ليست آلهة حقيقية، ومع ذلك متمسكين بها. انظروا وانتبهوا جدا، هل بدلت أمة آلهة وهي ليست آلهة؟ أما شعبي فقد بدل مجده بما لا ينفع. بدل إلهه مجده، قوته، تسبيحته، فرحه بآلهة غريبة بما لا ينفع. زي ما في ناس النهاردة بتبدل المسيح بالمظاهر العالم وباهتمامات العالم وبالفرجة على أمور العالم، وعاطية ظهرها للمسيح. بيبدل الإنسان مجده بأمور فلسة بما لا ينفع. فبيقول ابهتي أيتها السماوات من هذا واقشعري وتحيري جدا، يقول الرب، لأن شعبي عمل شرين. شرين، أول حاجة تركوني أنا ينبوع المياه الحية،
طب وبعدين؟ طب ما يعطشوا. ما هم بيدوروا على طرق تانية يشربوا بيها. الشر التاني لينقروا لأنفسهم آبارا، آبارا مشققة لا تضبط ماء. يقول لك أنا يعني هجيب المية بطريقتي. أنت عندك ينبوع المياه الحية، سايب المسيح ليه؟ سايب جنبه ليه؟ سايب صليبه ليه؟ سايب مذبحه ليه؟ وتروح تدور تحفر وتتعب وتتكلف وتستنزف طاقتك وتستنزف كل إمكانياتك في البحث عن تعزيات أخرى أو عن ينابيع أخرى، وتحفر تحفر تحفر في الخطية، وياريت تلاقي اللذة وياريت تلاقي الفرح. آبارا مشققة لا تضبط ماء، عمرك ما تعرف تمسك منها ماء، الماء بتهرب منها، فيها شقوق كده. كل ما تحفر عبال ما تجيب حاجة تاخد شوية الماء اللي طلعوا تلاقيهم هربوا، زي السراب. كل شهوات العالم كده سراب. آبارا مشققة لا تضبط ماء، وحتى لو واحد طن منها نقطتين مية، من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا. شعبي عمل شرين، تركوني أنا ينبوع المياه الحية، ونقروا لأنفسهم آبارا، آبارا مشققة لا تضبط ماء. ربنا موفر عليهم، هو ينبوع المياه الحية مجانا يعطينا من ماء الحياة. كلنا فاكرين الآية الجميلة اللي في آخر سفر الرؤيا، عشان كل اللي يختم الإنجيل كده ويخلصه قبل ما يرجع يبتدي من الأول تفضل الآية دي معلقة في ذهنه. يقول من يعطش فليأتي، ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانا. مجانا العطشان يجي وياخذ. تركوني أنا ينبوع المياه الحية، ونقروا لأنفسهم آبارا، آبارا مشققة لا تضبط ماء. واضح طبعا هنا المسيح برضو عايز ينبهنا إن الخطية تستهلك الإنسان، فحفر الآبار وفي البحث عنها وعن دروب الخطية الإنسان غوط وتورط واستهلك طاقته وصحته ووقته وفلوسه ومواهبه وإمكانياته. الخطية تستنزف الإنسان وتستهلكه وبلا طائل وبلا جدوى. وبعدين يقول إيه؟ أعبد إسرائيل أم مولود البيت هو؟ أنا بس عايزكم تفكروا، أنا مختاركم عشان تكونوا ولادي. إسرائيل ابني البكر، طبعا ده كان بشكل رمزي اتحقق بالفعل في العهد الجديد. المسيح تبنانا وتولدنا معاه من جديد، بقينا أبناء الله. جميع الذين قبلوه اعطاهم سلطان ان يصيروا اولاد الله. فانا عايزك تفكر، أعبد اسرائيل او مولود البيت هو؟ اذا كنت انت ابن مولود البيت ما انتش عبد، ليه عايش كعبد؟ ليه تسلم نفسك للخطيه فتصير عبدا للخطيه؟ لان من يعمل الخطيه هو عبد للخطيه. ما فيناش من المكابره زي ما اليهود كانوا بيكبروا، قلت لا لم يستعبدنا أحد قط. ليه بس المكبر؟ من يعمل الخطية هو عبد للخطية، هو عبد للخطية، عبد ذليل. إن حرركم الإبن فبالحقيقة تصيرون إيه؟ أحرارا. أعبد إسرائيل أو مولود البيت هو؟ كل واحد يقولها لنفسه، أنا رب، هل أنا فعلا عايش على مستوى البنين؟ بتمتع بخبز البنين؟ بتمتع بغنى الآب؟ هل بتمتع بأحضان الآب؟ هل بتمتع بكل الغنى اللي موجود داخل ملكوت الآب؟ ولا عايش على مستوى العبيد الخدمين اللي بيدوروا على جدي يفرحوا بيه مع أصدقائهم برا البيت؟ مستوى الخدمين. أعبد إسرائيل أو مولود البيت هو؟ هل الإنسان علاقته بربنا علاقة الأبناء أم علاقة العبيد؟ علاقة الأبناء اللي لهم دالة، علاقة الأبناء اللي بيحافظوا على كرامة أبوهم،
اللي بيحافظوا على ثياب الملك، اللي بيحافظوا على شرفهم ونقوتهم، ولا عبيد مش فارقة معاهم لا نسب ولا شكل ولا حتى يقعدوا فين، تلاقيهم مبهدلين نفسهم. أعبد إسرائيل أو مولود البيت هو؟ الخطية تحضر الإنسان إلى مستوى العبيد، إلى مستوى الخنازير. ولما الإنسان يرجع لربنا يرد مرة أخرى إلى رتبته الأولى بالتوبة، يرجع تاني ياخد الأحضان والقبلات والحلة الأولى والخاتم والحذاء والعجل المسمى. توبة ترجع الإنسان تاني للبنوة اللي هي ما راحتش، بس هو الإنسان اللي مش عايش على مستواها. الإنسان اللي عايش في الخطية مبهدل نفسه وبيبقى ساعات في وضع أسوأ من العبيد. ده العبيد والخدمين بيلاقوا الخبز، ولكن الابن الضال كان بيهلك جوعا. خطية بتبهدل الإنسان. عشان كده دايما الإنسان يسأل نفسه، أعبد إسرائيل أو مولود البيت هو؟ لا، احنا مش بنتكبر ولا بنقول ان احنا اعظم من بقية الناس ابدا، لكن الانسان لازم يعرف كرامته. كرامته مش ان انها الناس تكرمه، كرامته ان هو بقى ابن لله، ما يتدناش لمستوى الخطية ولا يجري وراها ولا يتشغل بيها ولا يتلوث بيها. كرامته انه يفضل نقي وقدس للرب. اسرائيل قدس للرب، مولود البيت هو. نحن مولودين من بطن الكنيسة في بيت ربنا من المعمودية. احنا في مستوى المولود من الجسد جسد من هو، والمولود من الروح هو روح. للإنسان اللي مولود من الروح يرجع تاني يعيش على مستوى الجسد. لو عشنا على مستوى الجسد زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول، إن كنتم تعيشون حسب الجسد فستموتون، ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد، مقصود بها شهوات الجسد، فستحيون. إذن ليس شيء من الدينونة على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. بيقول كده في روميا 8 في أول آية. عشان كده أولاد ربنا لازم يرجع نفسهم باستمرار لألا ينزلوا إلى مستوى العبيد. أعبد إسرائيل أم مولود البيت هو؟ الخطية بتنزل الإنسان من مستواه، تفترسه. يقول لماذا صار غنيمة؟ ليه يبقى غنيمة؟ ليه يبقى مأكل للخطية؟ الشر يأكل فيه، يأكل سمعته ويأكل إرادته ويأكل طاقاته ووقته ويأكل مواهبه. الشر مدمر. الخطيه بتفترس الانسان وتنزله من مستواه، من مستوى البنوه الى مستوى العبيد وتستعبده. بقيه الاصحاح هي لسه في كتير، بس عشان الوقت حلقت فيه بس كده ايتين كمان. بيقول ايه في عدد 32؟ بيقول لماذا هل تنسى عذراء زينتها او عروس مناطقها؟ أما شعبي فقد نسيني أياما بلا عدد. بيقول يعني العروسة، شفتوا عمركم عروسة نسيت تزبط وشها ونفسها وتزين نفسها ولبسها؟ مش معقول. طب إزاي شعبي نسيني أياما بلا عدد؟ ربنا عايز يقول إن هو زينة النفس. عمل الروح القدس بيجمل النفس، زينة الروح الوديع الهادئ، زينة الفضائل والثمار. زي ما الثمار بتزين الشجرة، ثمار الروح القدس بتزين النفس، المحبة والفرح والسلام وطول الأناة واللطف والصلاح والإيمان والوداعة والتعفف، ثمار بتزين النفس. فربنا هو زينة نفوسنا، ودي احنا حتى بنصليها في التسبيحة، نقول كده زينة نفوسنا وفرح قلوبنا هو ربنا يسوع، اعتقد في إبصالية يوم الاثنين.
فهو زينة النفس اللي يفقده زي واحد كده بقى كده حاجة مقفرة ما فيهاش زينة، فيش أي نوع من الجمال. ربنا هو جمال كل نفس، عمل الروح القدس فينا بيزيننا بيجملنا. في التحليل اللي أبونا بيصليه للمعترف، هما ثلاث تحاليل، في التحليل الثاني والجزء الأخير منه يقول كده أبونا، يطلب وهو حاطط الصليب فوق رأس المعترف المنحني قدام ربنا، يقول له والذي أحنا رأسه بين يدي تحت يديك ارفعه في السيرة وزينه بالفضائل. ربنا يزينه كده، يطلب له أنه يرتفع في السيرة، السيرة اللي هي في المستوى الأرضيات اللي بتسف من تراب العالم ومن طين العالم، نرتفع عنها نبقى السيرة بتاعتنا فوق، مترفعة عن الخطية والنجاسة والشر والخبث والكذب، والسيرة في المستوى الأرضي ده نرتفع فوق. ارفعه في السيرة عشان ما يغلطش تاني، ارفعه في السيرة وزينه بالفضائل. ربنا هو زينة النفس، فبيقول كده بحرقة، هل تنسى عذراء زينتها أو عروس مناطقها؟ أما شعبي فقد نسيني أياما بلا عدد. أياما بلا عدد يعني مش مثلا خد باله أنه هو يعني بعيد عن ربنا وانتبه وتاب، لا، ده يعني نايم على روحه. ساعات استغرب لما أعرف أن حد ما بيصليش بقاله أسابيع طويلة، يعني أبستغرب، طب أنا اتهونت ففتت مني مثلا صلاة باكر، ما تفوتش مني صلاة الغروب أو النوم، فاتت مني صلاة النوم مرة ما تفوتش مني تاني يوم، لكن يوم ويجر يوم يجر يوم يجر يوم. شعبي نسياني أياما بلا عدد، فاتني الإنجيل يوم ما يفوتش تاني يوم، لكن شعبي نسياني أياما بلا عدد. هل تنسى العروس زينتها؟ هل تنسى العذراء زينتها أو عروس مناطقها؟ أما شعبي فقد نسياني أياما بلا عدد. في عدد 35 في أواخر الإصحاح يقول وتقولين لأني تبرأت ارتد غضبه عني حقا. تبرأت يعني أنا ما غلطتش، ها أنا ذا أحاكمك لأنك قلت لم أخطئ. ربنا بيبقى مستني بس كلمة أخطأت، مستني الإنسان يدين نفسه فهو يبرأه، لكن الإنسان اللي بيبرأ نفسه وبيبرر نفسه ربنا يدينه. وده اللي قاله لنا قديس الأنبا أنطونيوس في عبارة بليغة جميلة، قال إن إحنا بررنا نفسنا ربنا يديننا، وإن إحنا أدنا نفسنا رضي الديان عنا أو ربنا يبررنا. فقال لها كده، قال لأورشليم كده، ها أنا ذا أحاكمك لأنك قلت لم أخطئ. وبعدين في الإنسان ده يراوغ لحد إمتى؟ هو الخسران اللي بيقول أنا أخطأت ويواجه نفسه بصدق وبصراحة ويكتب لستة كده من خطاياه ويطلع كل صغيرة وكبيرة ويواجهها، ما يلفش ويدور، ما يروحش يتكلم مع حد، ما يروحش يبرر نفسه ولا يدافع عن نفسه ولا يغطي على نفسه. ورق التين ده ما بينفعش، ومن زمان ربنا قال لنا ورق التين ده ما بينفعش. لابد ان احنا نلبس المسيح، لازم هو اللي يبررنا ببر. هنقعد نراوغ ليه؟ هنواجه نفسنا بصدق، ها انا ذا احاكمك، احاكمك لانك قلت لم اخطئ. الانسان اللي عايز يستفاد صح وبيدور على مصلحته صح يواجه نفسه بصدق ويفضح نفسه قدام ربنا، ويفضح الشيطان اللي بيحاربه قدام قبل اعترافه. في شياطين مش ممكن ابدا نقدر نغلبها الا لو فضحناها، تفضل مسيطره علينا، والإنسان يفضل مداري، يجي ربنا يقول ها أنا ذا أحاكمك
لأنك قلت لم أخطئ. أنا بقول كده لأن أحيانا في ناس في الاعتراف بتروح تقول كلام كده عايم ما يفضحوش الشيطان، يروحوا يعترفوا بس يداروا على الشيطان وهم بيعترفوا. وإيه ده يا ابونا؟ يعني أنا في شوية حاجات كده مش مظبوطة اتعملت، فيعني خلاص بقى أنا أنسى، أنا يعني إن شاء الله مش عاملها تاني. يرجع يلاقي نفسه الشيطان متسلط عليه. لا، لازم أفضح، لازم أفضح. أنا كذبت، لازم أفضح اللي أنا عملته وأفضح شيطان الكذب. من التدريب الجميلة الكذب ده، يعني ساعات يبقى ماسك في الإنسان هو وكل قرايبه، السرقة والخداع والغش والنصب، كل دول قرايب الكذب. ساعات يكون ماسك في الإنسان متسلط عليه. من أجمل التدريب اللي الإنسان يعملها واللي بننصح بيها كل حد بيجي يعترف، إنه يروح يفضح الشيطان قدام اللي كذب عليه، يروح للي كذب عليه يقول له أنا كذبت عليك في كذا، والكلمة اللي أنا قلتها دي مش مظبوطة، والموقف اللي أنا عملته ده أنا عملت حاجة وغيرها مش ده اللي أنا قلته لك. يروح يفضح الشيطان بس خلاص اتهزم وطرد شر طرد، ما يقدرش بعد كده يتسلط على الإنسان. فإحنا لازم نفضح الشيطان ونبين الخطأ، وإلا ليس مكتوم إلا ويعلم، ها أنا ذا أحاكمك لأنك قلت لم أخطئ. يعني إيه لم أخطئ؟ لا أواجه نفسي بصراحة وأفضح الشيطان، ولو أنا غلطت في حق حد أو كذبت على حد أروح له وأقول له أنا غلطت، أنا عملت الحاجة الفلانية غلط من وراك، وأنا لما جيت أقول لك ما قلت لكش الحقيقة، الحقيقة كذا 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 كذا، وأنا غلطت، الشيطان كان ضحك علي ويصلي لي كده، الشيطان يتغلب. لكن أنا هقول أنا ما غلطتش وأقعد أبرر نفسي وظلمني وأنتوا بتظنوا فيها السوء ليه، وبرضو يعني تتوقع ان حاجه زي كده تطلع مني. هنقعد بقى نلف وندور ونراوغ لمصلحه مين؟ هيجي الوقت اللي ربنا يقول لي فيه ها انا ذا احاكمك لانك قلت لم اخطئ. هكتفي بالجزء ده من الإصحاح الثاني. الحقيقة هو كل الحديث بتاعه جميل في الإصحاح الثالث والرابع والخامس، برضو ماشي في نفس الخط، ربنا بيحرك القلب للتوبة علشان نرجع له. هو مش ناسلنا أبدا تعبنا معاه وأيامنا الأولى الجميلة معاه، هو بيدعونا للرجوع لحضنه لأن هو ما عملش فينا حاجة وحشة. هو نفسه أن احنا ما نجريش وراء الآبار المشققة ولا نتعب ولا نستهلك طاقتنا فيها، لكن هو عنده ينبوع المياه الحية نجيله نشبع منه، والتوبة تبقى في 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 طريق القداسة، في طريق الكنيسة الحلوة اللي بتغذينا بينابيع النعمة وكلمة ربنا الغنية اللي دايما تنور لنا الطريق وتثبتنا دايما في طريق التوبة. ولربنا المجد الدائم إلى الأبد.